بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها قد عدنا والعود أحمد، مثنين على ربنا ومصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صل على رسول الله. هذا هو مربي الأغنام والأبقار، قلت لكم عليه. اليوم جاء إن شاء الله يجني العسل في هذه المنطقة الرائعة. أيوه حيوا لي علاوة واحد هو الحاج علاوة اللي طيح له السروال هذاك. علاوة قال لكم حيوا لي الحاج علاوة. بسم الله هاو شعل هذا المذ، هاو شعل هذا. ايه اليوم اخدم وحدك، انا نقعد نخزر فيك، نقعد نصور برك نسجل. ها معك الرجل الزين هذا المختار، ربي يحفظه ان شاء الله. انا رشيته مختار. خلاص جي منه برك، جي منه، جي منه هكا. دائما ما تجيهاش امام فتحة الخلية، هي تروح من الصرح. او عندي بات تفتح ارواح عندي. لا حط هذاك، ما تحط الموس هذا خير، هذا خير، هذا ما يهزكش الاطارات. شدك هذاك تهز به الاطارات، وهذاك تفتح به. روح اليوم تنحى المحترف، انا مصور هاوي لهم فقط. ما تديرش فوضى، ما تديرش فوضى، ما تديرش، افتح غير بالعقل. بسم الله اسمح لي. ياسر ياسر المختار ياسر، هكذا راك دير في الهوا برك. لا لا انا قابل يعني راني ساعد فيها برك. ايه ها هي غلق غلق هذه بدلوها الملكه طالب بعدهم بدلوها الملكه. اسمع نشوفوا هسه نشوفوا هذه يقولنا فيها الملكه مسنه. هذه ما خدمتش كاع حتى اللي كانوا فيها نحتهم. هذه سجلنا لها الفيديو قلنا الملكه مسنه نتاعها. هاو الخطا افتح بهذا وليك افتح. حتى هذوك هم هز وسيتهم بس اللي كان هنا. لا تلقى من جهه ثانيه. هذه ركبناها غير برينيير الطالب. ايه ما درنا لهاش البارح، ما طلعنا لهاش الا خدمة الطالب. قول الطالب حاجة خفيفة يا طالب. الله يبارك، هي مليحة، هذه ماهيش ملكة موسنة، هي خدمة. خدمة لاباس، ماهيش كما فيها. نح نح هذا الإطار التاسع نشوفوا واش فيه. هذاك العاشر نح الإطار التاسع. ما فيه والو، هذا فارغ. هو انما راه موجده في بلاد بيض فيه. نحرك الاطار. بسم الله. هذا عسر الله يبارك ما شاء الله. صح هكذاك ما كانش ماهيش تخدم الطالب. نفسها كيما خليناها. يا مدتها خادمه منا ماشي خادمه. ماهيش خادمه ماهيش ماهيش. بعد ما غيرناها الملكة هي ولات تخدم. هز تشوف نشوف. هز هذا الإطار، هز هز الإطار، هز الإطار هذا. الله يبارك، وكون حضرة مغلقة ها ما شاء الله. خلاص الملكة الفتية هذه ولات بيض. شمع الأساس هو يديرو في صندوق التربية باه في الشتاء تعيش فيه. هاك أنا جبنا هذاك راه وراه ممطوط. هذا وكامل شمع ممطوط رجعوه خلاص. أي ما شاء الله هذه حتى هذه المنطقة مازالت حتى الجويلية إن شاء الله بيقطعوا العسل. حتى اللي جويلية بات نحو العسل هنايا. احنا عطانا طيب البخصيص والتوت. ايش شفت كيفه؟ حتى اللي طيب التوت البري ولا البخصيص. على بالك حتى فضلة الابقار داوي البرواز الفاروا. والله ما شاء الله فضلة الابقار هذه. اغلقوا هكذاك. افتحنا الصندوق الثاني هذا الله يبارك. أوه. ما شاء الله وفي هذا العسل على الاقل فيه شويه اطارات. لقيناها لقيناها مختوم نحيه. هات لي هذا الاطار اللي هنا. ها هو مختوم.
هات لي نهزو نشوف ترى. الزال هذا ما تختمش كاع، الزال خليه. بك المختوم هذا راه حتى تصفيه بالماء باه ديروا الختم. هذا طارد. خليته يخدم وحده باه يتعلم. الله يبارك. دور على الجهه الاخرى. تيف نفسه. هذا نحيه، هذا نحيه. نحيي السفال به ان شاء الله، ولا تخليه حتى يختم مليح. يختم احسن. تخليه حتى يختم؟ خليه حتى يختم. زين تشوف ذاك الاطار الاخر. لا يراي الشوكه اللي ضغطني في يدي. هذا وين نشوف؟ خلاص مازال مازال ما ختمش العسل مازال. السيد راه يقول في المنطقه هذه حتى للجويليه باه ينضج العسل تاعها. نزيدو نشوف صندوق اخر كشما تلقى اطار مختوم نحيه. الو هذا الصندوق بالك نلقاو فيه ان شاء الله. وهاو الخنفوس هذا اللي ياكل العسل، هاو الخطر المجرم، هاو المجرم ارواح انا حكمته. ها او يطير على بالك هذا المجرم. ها يسكر هذا الفتحه تاع الخليه يسكرها حتى نضيق. تسرع زيد رش منه من الدخان وبدي يلسع هكذا بالعقل برك. هذا قلت لك بالك تلقى فيه ان شاء الله ما شاء الله. ها هذا فيه الممطوطه، فيه المختوم. اسمح لي نذكر نخرجوهم لان وحجتهم الحاجز الملكي. هذو الذكور راهو حجزهم الحاجز الملكي ما قدروش يخرجوا. هي مشكل لازم يخرجوا. ابدا نحي من الطرف، من الطرف وجي ماشي، من ثم وجي ماشي. هزها نشوف، هزها الله يبارك. هات لي جسر الله يبارك. هذه مختومه ما شاء الله. وريع الجهه الاخرى. ما يهمكش هنا ما حبش يخدم ندير له شاهده اخرى. اطلق لي هذه نحيها. هذه ديها للمريض اللي قال لك. مازال الطالب مازال حتى هنا. زيد شوف هذا الله يبارك. هذا مازال. هات لي لهنا هات هات شوف هات طلع طلع طلع. هذوما الذكور اللي لازم نقضوا عليهم، حطوا هناك. ركلوا مليح. هذو الذكور لازم نقضوا عليهم باش ما يديرولناش مشكل. اقتلهم كل. هاي رش هنا زيد رش هنا. يحجزهم الحاجز الملكي ويقعدوا. وهذا الاطار ان شاء الله مازال ماهوش ممطوط مازال. اغلقوا اغلقوا مازال. هات له هات له كادر ممطوط من هي. هات له مختار هات له من هي كادر مبني مبني ممطوط. هذا هذه ياك نحيت هذاك المريض اللي قال لك اعطيها له وخلاص ياكلها ان شاء الله هذاك المريض. اخواني واخواتي متابعي هذه القناه انتم تشاهدون على المباشر في هذه المنطقه الرائعه ما شاء الله ما زالت مخضره في شهر جوان. يعني مع دخول شهر جوان يعني في اواخر شهر معي كما قال له هذا جار له العسل نحوه في لما يطيب حبات التين والتوت يعني ما زال. ضيف له اطار ممطوط. اخواني واخواتي متابعي هذه القناة اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش متنحي شك نحيت هذا وهذا تنحي لجارك هذا هو نحي له وحده هو موش مختوم. بعد ما ختمت الفيديو نحي له شوية بالموس نحو كذا مرص بالموس نخلوه حتى يختم زين. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.